تمام كده يا جماعة، ايه المطلوب مني دلوقتي؟ انا هبدأ اربط بين الاتنين دول ببعض. تمام، انا هبدأ اربطهم ببعض ازاي؟ معايا كده؟ انا هاجي الركن ده انا هقفله خلاص مع بعضه. تعال نشوف كده ازاي. انا هعدي الخيط من هنا، وهحط 50 كده ونقفل. ليه كده؟ عشان الركن ده انا ما كنتش عايزه نبدا من هنا، بس تمام. يعني هي جت، فانا انا دي الخرزه اللي قفلت بيها طرف الخيط، عديته من هنا، وانا معايا الخرزه دي، معايا 2 احط عليهم 2. طيب ايه اللي جاي بعد كده؟ هعدي الخيط من هنا وعدي الخيط من هنا، الخرزة التانية اللي جنبه، ادي طرفين الخيط، معايا 3 احط واحد، ابتديت اربط بين الجزئين اللي احنا عملناهم كده. هنعدي الخيط في اي مشكلة يا جماعة هنا في القفلة دي، في طريقة القفلة دي فيها اي مشكلة خالص؟ ان شاء الله مفيهاش اي حاجة. هقفل انا بقية الجزء ده، والايد دي زي ما عملناها مع بعض انا هعمل الايد التانية. تمام، انا قلت اقفل معاكم الايد دي خالص بحيث يبقى عرفناها من الالف للياء الايد دي اتعملت ازاي. انا هعمل الايد التانية زي ما احنا عملنا دي مع بعض، فانا هقفل الجزء المفتوح في الايد دي هنا، وهعمل ايه التانية زي ما نفذنا دي مع بعض، وارجع لكم باذن الله. رجعت لكم بعد ما خلصت الايد هنا. احنا كنا وقفنا عند تقفيل بقية الجزء، الربط بين الاطار اللي بره والاطار اللي جوه، الاطار الخارجي والاطار الداخلي بخرزة بالمنظر ده.
احنا مشينا ربطنا لغاية الجزء ده وكملنا لغاية الآخر، تمام كده. الإيد هنا احنا نفذناها مع بعض والموضوع ما كانش صعب خالص، ونفس الطريقة اللي عملنا بيها الإيد دي أنا نفذت بيها الإيد التانية، تمام يا جماعة. يبقى نفس الطريقة اللي نفذنا الإيد دي هي الإيد دي، مفيش أي تغيير في الخطوات خالص. كده الشنطة بتاعتنا خلصت، بقى حاجة واحدة بس أنا عايزة أعرفكم، لو حبيتوا تعملوها تعملوها إزاي. بصوا، لو إن القفل هنا معاكس مثلا، جينا نقفل في الأول وبدأ يفتح، بتمسكوا الإيد كده تعدلوها لورا، فردوها تبقى مقوسة شوية، تمام، فيظهر القفل فيقفل بسهولة، لأن هو في البداية عمل معايا كده. طيب أنا دلوقتي هنفترض أنا عايزة أعمل إيد للكتف، تعالوا نشوف كده هنعملها ازاي، انا هوريها لكم بحيث اذا حبيتوا تعملوها. احنا هنيجي هنا، افك بس العقدة دي بعد اذنكم، هنا بسم الله. الخرزة اللي هي هنا اللي في الاول دي اللي عند طرف الزاوية بتاعت الشنطة كده، هعدي الخيط اهو، تمام. فكرة الايد دي احنا عملناها قبل كده، تمام، فما هيش صعبة خالص. هنحط خرزة في الطرف، الخيط اللي في ايدي الشمال، وخرزة في الخيط اللي في ايدي اليمين اهو كده، تمام يا جماعة. وهضم الخيط على بعضه كده، اساوي بعضه، هنساوي الخيط ببعضه في الطول. طبعا انت بتاخد الخيط يكفي طول الايد اللي انت عايزاه، تمام، لغاية ما يوصل، فانت بتحطي خيط بزيادة، حتى لو فاض وتقص مفيش مشكلة، لكن تحط خيط بزيادة يكفي طول الشنطة عفوا اللي انتوا عايزين تعملوا. بص معايا كده، عملنا قبل كده حطينا خرزة في طرف الخيط وخرزة في الطرف التاني، وبعدين ضميت الخيط على بعضه وحطيت خرزين، خلاص. بعد كده بجيب الخرز العسلي كده، قدامك حاجة من الاتنين، عايزة تحط واحدة عسلي واحدة بيضة مفيش مشكلة، يعني زي ما تحبي، مثلا عسلي وبيضة، مع ان حاسة انها هتبقى كتير بس نجرب، واحدة عسلي واحدة بيضة كده. اسهل طريقة لإيد الشنطة متينة، طبعا احنا هنا انا مستخدمة خيط 70، واحدة عسلي واحدة بيضة على طول ايد الشنطة. طبعا بصي انا بعمل ايه، طرفين الخيط مع بعض، واحط الخرز معايا يا جماعة، طرفين الخيط مع بعض اهو، وبحط الخرز بالشكل ده. عايزين تعملوها كده ماشي، عايزين تعملوها كلها عسلي زي ما تحبوا، يعني انا يعني ايا إن كان ده يرجع لذوقكم، بس انا الفكرة بوصل لكم فكرة ايد الشنطة احنا نفذناها قبل كده وبننفذها تاني مع بعض اهو. انا ضم الخيط على بعضه وبحط الخرز، واحدة بيضة وواحدة عسل، هدني لغاية امتى؟ لغاية ما اوصل لطول الايد اللي انا عاوزاها، واحدة بيضة وواحدة عسل. ايدين الشنط يا جماعة تقدروا ان انتوا تعملوها سلسلة، بس انا ما عنديش سلسلة متوفرة عشان اركبها للشنطة، فقلت اعملها بالخرز، وهي اقيم على فكره، مش عارفه يعني، بس انا بحسها اقيم لما تكون بالخرز نفسه يعني. بص يا جماعه، انا ماشيه واحده بيضه واحده عسلي، واحده بيضه واحد عسلي، بسم الله، لغايه ما اوصل لطول الشنطه اللي انا عاوزاه. سهلة جدا جدا، بسيطة، مفيهاش اي تعقيدات، الموضوع كله بسيط، في النهاية تطلع لك حاجة جميلة جدا. يعني انا بنتي ذوقها من الذوق العادي اللي مهواش يعني بيقبل او بيشيل اي حاجة، لكن عجبها جدا دي للشنطة، حتى انا مكنتش اعمل لها ايد، بس هي اقترحت قالت لا لازم ايد الشنطة. ايدها بسم الله اتلخبطت لي كده،
انا هسلكها وارجع لكم يا جماعه، ما اشوف المشكله جايه فين. تمام، انا رجعت لكم سلكت الخيط، انا ما اعرفش هو لف حوالين نفسه ازاي بس ماشي. بصوا معايا كده، دي ايد الشنطه، نقدر نعملها كده، نقدر نعملها كلها باللون العسلي. يعني يرجع لذوقكم وحريه اختياركم في الالوان. نكمل، ابيض عسلي، ابيض عسلي، وهكذا لغايه الاخر. هحاول اخلص معاكم بس طول الخيط اللي انا عاملاه عشان اوريكم هنربطها ازاي. عملناها قبل كده ومفيش مشكله، هنعيدها مره واتنين وتلاته، مفيش اي مشكله لغايه ما هنوصل ان احنا خلاص يعني الموضوع بالنسبه لنا بقى سهل. تمام كده يا جماعة، شوف بقى قد ايه كده في الخيط عشان ما اسرحش عليه. تاني اي حاجة محتاجة تسليك عادية بقى، مش محتاجة كل ده اهو. بسم الله بسم الله. طيب هسلكها قدامكم بقى، مش محتاجة نفصل تاني. ايه ايه خلاص سلكت. ايه يا جماعة، ادي ايد الشنطة اهي. تمام، فاضل حتة صغيرة خالص كملها، ابيض عسلي، ابيض عسلي. فكرة بسيطة جدا جدا، موضوع ايد الشنطة مفيهاش اي مشكلة ولا صعوبة، وربطها وتقفيلها اسهل واسهل كمان. فكرة الشنطة دي يا جماعة هي حلوة جدا، يعني هو حاليا كله بيشيل، أنسة أو مدام بيشيله مفيش مشكلة يعني. بس أنا قلت أجيب لكم فكرة جديدة، يعني حبيتوا تطبقوها يعني تلحقوا قبل العيد إن شاء الله، ربنا ييسر لكم الأمر بإذن الله وتفرحوا البنات. يا سلام لو البنت هي اللي تعمل لنفسها، هتحس بقيمة الشنطة اللي هي بتشيلها، هتحس بمعناها فعلا، يعني هي شايلة حاجة من صناعة إيديها هي. الموضوع بيفرق والله كتير يا جماعة. لما اشتري الحاجة جاهزة غير ما اكون انا عاملاها بايدي، بحس بفخر وانا شايلاها، حتى لو اللي حواليا مش حاسين، انا بحس ان انا شايلة حاجة جميلة كده انا اللي عاملاها. اوكي هنكتفي كده، ثواني ماشي. كمان واحدة 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 وخلص. تمام كده اهو، وصلنا لغاية الاخر الفتلة. بصوا كده معايا، طبعا الطول ده مش هو طول الايد، لكن انا بوريكم نموذج يعني عشان اقدر اربطها لكم الجنب التاني. انا وصلت لغاية هنا، هنفترض حددت انا الطول وعملته وصلت لغاية الطول اللي انا عايزاه، واتفقت معاكم ان انتوا لما تعملوا حاجة زي كده يا جماعة حطوا طول مناسب للخيط، اوعوا تحطوا خيط قصير، حتى لو فاض مش مشكلة، لو فاض حتة كويسة عينوها، اوعوا ترموا، ما تهدروش يا جماعة. انا وصلت كده، هحط واحدة بيضة بس، هلف طرف الشنطة التاني اللي انا هربط فيه اهو، الطرف التاني عادل بس الشنطة بتاعتي، حطيت واحدة وبعدين افرد الخيط اهو، افتحه كده طرفين الخيط اهو، هجيب اتنين خلصتين ابيض، واحدة هنا حطها في الخرزة اللي هي على راس في زاوية الشنطة اهي. تمام، والتانية هنا. هنعمل ايه بقى دلوقتي؟ هنربط خلاص. هي يعني هو كان المفروض تبقى الفتلة اطول عشان نمتن نجمدها، ان احنا بعد ما نخلص بنعمل ايه؟
عاملين نظام ان احنا بنتوه الخيط مش كده؟ اجيب بس هنا كده اشدها، بسم الله. بسم الله. تمام. نعمل ايه دلوقتي؟ بنجيب الخيط نعديه هنا، نرجعه في الخرزة دي، ونحاول ان احنا نخفي العود عشان نثبت. بسم الله. بسم الله. طبعا اهو كده هجيب برضو هنا تاني واشد كويس عشان بس العودة ما تبقاش رخية. تمام كده، خلاص كده. انا هقص الزيادات. طبعا انتوا بالنسبه لكم لما تيجوا تعملوا الايد يا جماعه، الخيط بتدخلوه من هنا تاني وتربط ونلفه بين الخرز علشان الشنطه تثبت، لان دي شنطه يد، شنطه كتف. طبعا الامر ما يسلمش وانا ماشيه تتشد تتنتش، الامر ما يسلمش، فساعتها هيبقى يعني ايه ده خرز معقول نظام العقد، هتلاقيه فرط مني. متني شغلك عشان تبقى ماشيه وانت مطمئنة. هنقص زيادات كده زي ما اتفقنا. الايد اللي انا عملتها هو نموذج لايد الشنطة. ايد الشنطة اكيد مش هتبقى يعني هتبقى اطول من كده. دي شنطتنا، انا هصورها لكم نهاية الفيديو وانزل صورتها في النهاية عشان تبقى شايفينها وتبقى واضحة. وادي ايد الشنطة زي ما اتفقنا، عايزين تعملوها كلها عسل سادة. تمام، زي ما انا عاملاها كده، زي ما تحبوا، مش عايزين خالص، عايزين تعملوها سلسلة. انا بس ابقى في مرة اعمل لكم شنطة واركب لكم السلسلة، نشوف مع بعض هنركبها ازاي. خلصت شنطتنا وخلص الفيديو النهاردة، ويا رب تعجبكم ان شاء الله. واتمنى ان انتم ما تنسونيش في اللايك وشير وسبسكرايب فضلا منكم يا جماعة، ويا ريت يعني تفعلوا زر الجرس يوصل لكم كل جديد. وبشكر كل اللي يكتب لي تعليق تشجيعي، بتشجعوني والله وبتحفزوني ان انا استمر واواصل معاكم، في ان انا احاول ان انا اجيب كل فكرة توصلني، ان انا يعني بحب ان انا يعني انقلها لكم على طول يعني. لغاية ما اقابلكم الفيديو اللي جاي ان شاء الله، استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.